التقى وزير الدفاع الأمريكي كريستوفر ميلر الرئيس الأفغاني أشرف غني في كابول خلال زيارة خاطفة لأفغانستان لم يعلن عنها لأسباب أمنية. هذا وأعلنت الوزارة في بيان أن ميلر بحث مع الرئيس الأفغاني مفاوضات السلام الجارية مع طالبان، والتي تشكل الفرصة التاريخية لإرساء السلام في البلاد. كما تأتي الزيارة بعدما عرض كبار الضباط الانسحاب السريع للقوات الأمريكية وفق خطة دونالد ترامب.